السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم معانا في فيديو جديد. معكم أحمد أسامة من ماركت لاب، وفيديو النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيه عن أهم الفرص الموجودة معانا خلال تداولات الأسبوع الحالي في السوق السعودي، أو هنتكلم عن أفضل المناطق الشرائية لمجموعة من الأسهم خلال تداولات الأسبوع الحالي. ولو حد عنده استفسار بخصوص سهم معين يقدر يسيبه في الكومنتس وهيتم الرد على حضراتكم، وايضا تقدروا تتابعونا على قناة التليجرام اللي بيتم عليها ارفاق الفرص اول باول ومتابعتها من الرابط الموجود اسفل الفيديو. هنبدأ تحليلاتنا بسهم جازاكو اللي بيتداول حول مستويات ال 24.98 خلال جلسة اليوم بعد ما وصل لمستويات طلب فرعية مع إعادة اختبار لمستويات الفليب زون الموجودة حول مستوى ال 24.50 واللي كانت الحد العلوي لنموذج المثلث الصاعد اللي كان بيتداول فيه سهم جازكو. بعد ما اخترقه قدر يصل لمستويات ال 27.88. اعتقد ان المستويات الحالية هي مستويات مناسبة جدا لانهاء موجة التصحيح الهابطة اللي كان بيتداول فيها السهم خلال الفترة الاخيرة، خاصة ان زي ما شفنا صعد السهم اكتر من مرة من المستويات دي، وما زالت المستويات دي تعتبر جيدة، واعتقد هنشوف تفاعل منها خلال الجلسات اللي جاية لاستهداف مستويات او لاستهداف القمة الموجودة حول مستويات ال 26.70، ونحافظ على وقف خسارة بكسر مستوى ال 24.50 والاغلاق اسفل. وده بالنسبه لسهم جازكو. عندنا بعد كده سهم المراعي واللي بيتداول حول مستوى 57.10 وبيرتكز على الترند. ما نقدرش نقول ان هو قوي، لكن بيدعمنا منطقه الطلب الفرعيه ايضا من المستويات دي والتذبذب اللي حصل ومحاوله الصعود، وبالتالي اعتقد ايضا ان سهم المراعي فرصه جيده، وايضا المناطق دي كانت تعتبر مناطق تبادل ادوار وعمليات الهبوط كانت ضعيفه جدا مع فوليوم قليل، فاعتقد ان هنشوف تفاعل ايجابي من المستويات الحاليه اللي بدأ موجه صاعده. اعتقد ان هي هتكون قويه على سهم المراعي، من المتوقع ان ممكن نستهدف منها القمه مره تانية الموجوده حول مستويات ال 63.50. اما بالنسبه لسهم المتقدمه واللي تداولاته وصلت اليوم لمستوى ال 74.80، واللي متابعني قبل كده انا نوهت ان ممكن نستغل التذبذب اللي موجود في سهم المتقدمه اللي بدايه تكوين مراكز شرائيه من مستوى ال 71 نستهدف منها ال 75 هو الحد العلوي لمنطقه التذبذب. حاليا بعد الزخم القوي اللي ظهر على سهم المتقدمه وارتفاع الفوليوم بشكل كبير، اعتقد هيكون من السهل ان احنا نخترق مستوى ال 75.20، وبالتالي الخروج من مناطق الاكيوميليشن الفرعيه وبدء موجه صاعده جديده قد تمتد لمستوى 83.5. وبالتالي تعاملنا هيكون مع سهم المتقدمه لو تم اختراق مستوى 75.20، وقتها ممكن نبدا نكون مراكز شرائيه. في حاله اغلاق بار كامل او شمعه كامله اعلى مستوى 75.20 هنبتدي نكون مراكز شرائيه بالحفاظ على وقف خساره اسفل قاع البار اللي هيقدر يخترق لنا المناطق دي، ونستهدف منها مستوى 83.5 ان شاء الله. هنروح بعد كده لسهم ابو معطي واللي تذبذب شويه وعنده اكتر من منطقه هامه، هي منطقه ال 50.30 اولا ومنطقه ال 47.8 ثانيا. اليوم بنشوف صعود للمؤشر العام زي ما اتكلمنا في الفيديو السابق، ومتوقع ليه استمرار الصعود. لو شفنا سهم ابو معطي بيغلق خلال جلسه اليوم اعلى مستوى ال 50.30، وقتها ممكن نبتدي نكون فرصه جديده خلال جلسه الغد. هو مش هيكون للتداول خلال جلسه اليوم في وجهه نظري، لان ما زلنا من منتظرين تاكيد لعمليه الصعود. لو اغلق اسفل 50.30 اعتقد هنكون اقرب بصوره كبيره للهبوط خلال الجلسات اللي جايه لاختبار الدعم الرئيسي الموجود عند ال 47.80، ثم بدايه الصعود ان شاء الله لاستهداف ال 50.30 ثم ال 52 بالتحديد مستويات ال 52.95. فبالتالي سهم ابو معطي محتاج تركيز جدا في التعامل معاه خلال الفتره الجايه، سواء خلال جلسه اليوم لو اغلق اعلى ال 50.30 زي ما قلنا، او لو اغلق اسفلها هيكون امامه بعض او استكمال للموجه الهابطه للوصول لل 47.8 ثم بدايه الصعود ان شاء الله. عندنا ايضا سهم سيسكو عليه نموذج ممتاز جدا بعد عمل فيك بريك اوت لمستوى لمستويات ال 41.85، وايضا عندنا اشاره ايجابيه من بتظهر خلال الجلسه اليوم او خلال الجلسات الاخيره. عندنا ايضا الفوليوم ما زال منخفض، ما زلنا منتظرين ان احنا نشوف ارتفاع في الفوليوم. فبشكل عام عشان نقدر نحدد السيناريو المتوقع لسهم سيسكو، فاعتقد ان هو هيكون للصعود ما دمنا بنتداول اعلى قاع الفيك بريك اوت. قاع الفيك بريك اوت ده موجود حول مستويات ال 41.09، احنا حاليا عند ال 42.15، فاعتقد ان احنا عندنا رينج كويس جدا نقدر نكون فيه مراكزنا الشرائيه لاستهداف 45 ثم ال 48.05.
زي ما متعودين في الفيديو ده دايما بنتكلم عن اهم الفرص، احنا مش بنحلل السوق بشكل عام، انا بتكلم عن اهم المراكز او اهم الاسهم اللي انا شايف عليها مراكز شرائيه خلال الفتره القادمه ان شاء الله. هنروح بعد كده لسهم البحري، واللي بدا بالفعل التفاعل الايجابي خلال الجلسات الاخيره، ارتد من مستويات الطلب، شفنا عمليه هبوط بسيطه خلال جلسه يوم الاربعاء، وايضا اليوم ما بنشوفش حركه جيده بالنسبه للسهم. طيب مشكلة السهم الحالية ان الدخول من المستويات الحالية اعتقد هو هيكون بوقف خسارة كبير نوعا ما، اللي هو هيكون اسفل مستوى 37.10، فهننتظر على السهم لو قدر ان هو يعيد اختبار مستوى 37.50 هيكون فرصة جيدة للشراء. فسهم البحري انا اعتقد او شايف ان هو يعتبر صاعد، لكن شايف ان الافضل ان احنا يكون دخولنا من مستوى 37.5 وليس من المستويات الحالية. ده بالنسبة لسهم البحري. هنروح بعد كده البتروكيم. بتروكيم صعب بشكل مميز جدا، بنشوف تداول اعلى 49.95 واعلى القمه الموجوده، اعتقد ان هي فرصه جيده لبدايه تكوين مراكز شرائيه الاستهدافي ال 53 ان شاء الله. هنحافظ على وقف خساره اسفل القاعده، يعني هيكون كبير شويه لكن شايف ان هي فرصه جيده، اللي هو مستويات ال 48.32 كوقف خساره. شفت اختراق النموذج المثلث، هيكون عندنا هدفنا القادم بالنسبه للسهم هيكون مقدار المسافه دي بالتحديد، وبالتالي هيكون هدف السهم بعد اختراق النموذج متوافق بالتحديد مع القمه، مع قمه السهم عند مستوى 53، فشايف ان هي فرصه ايضا تعتبر جيده خلال الفتره القادمه ان شاء الله. بالنسبه للزجاج واللي بيتداول حول مستوى 40.90، حول مستوى الطلب جيده، وداخل نموذج مستطيل بيتداول فيه منذ فتره، وصلنا للحد السفلي للنموذج في الوقت الحالي، شفنا شمع برايس اكشن جيده خلال تداولات الاسبوع الماضي، فده ايضا يعتبر يدعم صعود السهم خلال الفترة اللي جاية على الأقل الحد العلوي للنموذج المثلث حول مستويات ال 45.41 إن شاء الله، مع الحفاظ على وقف خسارة أسفل القاعدة، يعني مش هيكون أسفل النموذج مباشرة لكن هيكون أسفل القاع اللي حصل فيه فيك بريك أوت للنموذج، فبالتالي وقف الخسارة بتاعنا هيكون مستويات ال 39.10 إن شاء الله. بالنسبة لسهم زجاج عندنا سهم ينساب وتداولات ضعيفة نوعا ما خلال الأيام الأخيرة، انا شايف ان الافضل انتظار ينساب شوية، احنا شفنا كسر للترند، لا والله فرصة تعتبر كويسة مش وحشة، انا شايف ان هي فرصة جيدة بعد اختراق الترند الهابط الفرعي. طبعا كان عندنا قناة سعرية صاعدة تم كسرها ثم اصطدم بالدعم الموجود عند 66.30 وما قدرش يستكمل الاهداف الهابطة للقناة السعرية، لكن هبط نوعا ما، حاليا قدر مرة اخرى يكون لنا برايس اكشن جيد ويخترق الترند الهابط الفرعي، وحاليا اعدنا اختبار الترند وبدأ الصعود اللي اعتقد ان هو هيمتد بصفة مبدئية حتى القمة دي الموجودة حول مستويات 70.86 وبعدها مستويات او بعدها القمة التالية ليها والموجودة حول مستويات 72.87. زي ما قلنا احنا بنحاول ان احنا نوضح اهم المستويات الموجودة امامنا، عندنا المتقدمة اتكلمنا عليه، عندنا اسمنت المدينة واللي يعتبر ما زال مرشح للهبوط حتى مستوى 25.10 المستويات 26 خلال الفترة اللي جاية، نتيجة لان هو كان حصل لنا مناطق ديستريبيوشن على سهم اسمنت المدينة واخترقها للاسفل، بدأنا داون ترند، منتظرين ان احنا نشوف مناطق دعم او طلب قوي او زخم قوي على السهم ثم ارتفاع في حجم التداول عشان نقدر نشوف صعود للسهم، واعتقد ان ده مش هيتم غير حول مستويات ال 25.10 حتى مستويات ال 26 ان شاء الله. فدول كانوا 10 اسهم هامين جدا معانا في السوق السعودي، اتمنى لكم كل التوفيق، ما تنسوش تتابعونا على قناه التليجرام، وزي ما قلنا لو حد عنده استفسار يقدر يسيبه في الكومنتس تحت الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.